مرحبا بنا في طرفيرا، شكرا الله يجزيكم بخير. كانت المحاكم في طرفيرا هي رمز من رموز زيارة المحكمة ديال طرفيرا اللي أعلننا انطلاق العمل فيها، والآن تعين فيها الصدى القضاة والصدى الموظفين كطابة الضبط، واللي كنعتبروا أنه إنجاز تاريخي، لأن من مدينة طرفيرا تستحق أن تكون لها محكمة من هذا المستوى وأكثر من ذلك. هذا المشروع الآن بعد الزيارة ديالنا لمساعدة السيد الوالي والسيد العامل والسيد رئيس السلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة الأفخار، توسيع هذا المشروع هذا لما فيه مصلحة العدالة في بلادنا، لما فيه خدمة المواطنين ديالنا في طرفيرا، وهذا المشروع بجرد الوجود ديالي هنايا، لأن طرفيرا تبقى دائما إحدى منارات الوحدة الوطنية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى التاريخي. في المركز القاضي مدينة طرفيرا العديدة، وبمناسبة تمكين المركز القاضي المقيم في طرفيرا اللي هو دلالة بنات العدالة في هذه المنطقة هذه، ونأمل أن تكون مرتبة تجاوب واستجابة لسكان المنطقة لتقريب العدالة من المواطنين، وسنعمل على دعمها بكل الإمكانيات المادية والقضائية، وكذلك وزارة الدولة بكل الإمكانيات اللوجستية والبشرية لانطلاق إن شاء الله حتى تكون في المستوى مطلوعات المواطنين والتوجيهات من صحة السكان. جد فرحين بتدشين معلمة قضائية هنا بربوع الأقاليم الجنوبية، وخصوصا بمدينة طرفيرا، حيث أشرف السيد وزير العدل والسيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة على إعطاء انطلاقة لهذه المعلمة القضائية. هذه المعلمة تتوفر على مجموعة من الامتيازات، ومنها اللوجستيكية والأدوات المكسبية، فكل هذا من أجل تقريب هذه المحكمة أو هذا المركز القضائي إلى العدالة لمواطني طرفيرا. فمثلا تتوفر على أحدث التجهيزات الرقمية، خصوصا فيما يخص التطبيقيات المدنية أو الزجرية أو حتى مكتب الحسابات والرسوم القضائية، فيمكن للمواطن من مدينة طرفيرا عوض التنقل إلى مدينة العيون أن يسحب مجموعة من الإجراءات بهذه المحكمة. على سبيل المثال بطاقة السجل العدلي أو يسمى بالبطاقة رقم 3، فعوض تحمله السفر إلى مدينة العيون يمكن بضغط أو بزر أن يأخذ مثلا هاته الشهادة عوض الانتقال. مرحبا بكم بمدينة طرفيرا على إثر افتتاح المركز القضائي الذي سوف يخفف عبء التنقل على المواطن الطرفاوي إلى مدينة العيون، وخاصة من أجل التقاضي في القضايا البسيطة وكذا القضايا الأسرية التي تعتبر من القضايا المهمة والتي يعني لا تحتاج الكثير من الوقت من أجل فكها. إذن سوف يتم فتح هذا المركز على أساس تقريب الإدارة من المواطن الطرفاوي. الله يكمل عليكم.